النهاردة درس 11 من دورة احتراف لغة كوتلين. احنا بنعتذر على مشكلة الصوت في الفيديوهات اللي فاتت، بس المشكلة دي بتبقى موجودة على الموبايل بس. لو انت حاطط هاند فري تقدر تسمع الفيديو بصوت كويس، ولو انت ما عندكش هاند فري تقدر احنا ضفنا ترجمة للفيديو، يعني كلام بتقدر تقراه مع الفيديو فتفهم الفيديو بيتكلم عن ايه. تمام، احنا النهاردة هنتكلم عن ال variables بشكل عام. تمام، فنفهم ال variables ونفهم ال data بتاعتها عاملة ازاي. تمام، متغيرات. دلوقتي انا في اي برنامج بعمله بتعامل مع الذاكرة بشكل دائم، انا محتاج اخزن قيم فاخزنها في الذاكرة في الميموري. تمام، الميموري بتقسم لي لحاجة اسمها cells. هنقلي cell 2 3 4، كل دي اسمها cells. cells. تمام، كل سيل بيبقى جواها كونتنت. تمام، يبقى في كل سيل كونتنت جواها وليها ادرس. فانا سي عايز اخزن في السيل رقم 1، فلازم اعرف الادرس بتاعها كام، عنوانها فين، اسم المكان اللي هخزن فيه ايه. فقال لك تمام اهو سيل كونتنت، فقال لك العناوين الذاكره ما بتبقاش زي ما احنا متوقعين، بيبقى بالهكس ديسيميل طويل جدا. يعني انا اللي عامله ده قليل بالنسبه لعنوان ذاكره، بيبقى طويل جدا. فانا مش معقول دي كل السيلات، مش معقول هاجي اقول ان اسم السيل ده كله ايكوال 1995 عشان اسجل القيمه، ما بقتش برمجه. البرنامج هيبقى كبير جدا بتعامل معاه بشكل دايم، فدي مشكله. فاخترعوا لنا الفاريبلز او المتغيرات عشان تحل لنا المشكله دي. فقال لك اهو، لا هشطب على اسم الادرس وهقول لك هسميه بقيمه، كل ده هيبقى اسمه اكس. فاكس دي بتعبر لي عن كل ده، عن الادرس بتاع الذاكره. فلما عملت variable سميته اكس، كده انا استغنيت عن ان انادي على اسم الذاكره بغير ان انا عملته اكس. اكس بقى اكس هنا 1995، خزنت القيمه على طول. عايز اطبع اكس، هقول لك برنت اكس. بدل ما اعمل برنت كل ده، برنت اكس هيطلع لي 1900 برنت ال ان 1995. فدي فكره المتغيرات بشكل عام، ان انا بستعيد عن اسمها في الذاكره في الادرس بقيمه ب فاريبل اكس او واي او اي فاريبل انت هتسميه. ومجرد ما انش اكس من الفاريبل بعرف الفاريبل ده، هيقوم مسمح ربطه بالذاكره بتاعته، فده هيبقى اسمه اكس. عملت واي يبقى ده اسمه واي واي. تلقائيا بقى هو بيبتدي يربط الفاريبل ده بمكان في الذاكره. نبتدي بقى المره الجايه في الذاكره بتشيل قد ايه وايه انواع الداتا تايبس. شكرا.